بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ إن شاء الله أنتم بخير. بحكي معكم أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. الله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله الصحة والعافية. اليوم بدي أسوي لكم تريت بلبن. تريت بلبن بصير ببيض وبصير بلحمة وبيض، بس البيض واللبن ضروري، اللحمة كماليات للتريت بلبن. هاي أكلة حلبية معروفة من زمان، حبيت أقدم لكم إياها ضمن وصفات اللي عم بقدم لكم إياها. الله يرزقكم إن شاء الله الصحة والعافية. المكونات هي هالشكل التالي: نص كيلو لبن، 3 بيضات، حوالي 300 جرام لحمة نص بنص، بزمن معلقة سمنة، ونص معلقة نشا، معلقة كبيرة ها طبعا، يعني هاي نص معلقة، نحن بنقول هديك معلقة كاملة، وبزمن كمان تقريبا 4 سنين توم، 5 سنين توم. هاي ايش قد ما كترتوا او قللتوا هذا الشيء بود لكم انتوا، وخفوها مشان اخفوا البيض. هاي مكونات الاكل كلياتها. هاي اكلة سريعة ما بتاكل وقت كتير، وطيبة كتير كتير ودسمة، يعني هاي اللي بياكلها مرة بعودها كل مرة. ان شاء الله تعجبكم. مشاهدين جداد تشتركوا بالقناة، واللي قدام بس المقطع بين رفقاتكم. الله يجزيكم الخير، تعليقات حلوة منكم ان شاء الله. هلا بقى بنبدا بطريقة التحضير. اول شيء الكبابة، انا هاي 300 جرام حطيت لها قريبا نص معلقة بهار، وتقريبا اقل من نص شوي، هاي المعلقة اللي عم بحكي عليها انا، حطيت اقل بشوي من نصها ملح، عرفتوا علي شلون؟ حطيتها دهكتها وسويتها بهالشكل دوائر مشان اختصر الفيديو. توم دقيته وسويته كمان مشان اختصر الفيديو. 3 بيضات فقيتهم وخفقتهم مشان اختصار الفيديو. وهذا المكونات الثانية بدي اشتغلهم قدامكم لمرحلة. هلا اول شيء بدنا نجيب اللبن ونجيب النشا، دقيق الذرة يعني، بنتنزلها فوق مباشر على هي باردة، ونحركها. هيك بهالشكل حتى يختلطوا مع بعضهم. يعني شغلة ضيقة. بهالاثناء انا بكون جهز طنجرة صغيرة مشان الطبخ، مو بدي اطبخ اللبن هلا، بدي اطبخه بالطنجرة، بكون جاهزها على طرف يعني. ومجهز كمان نص كاسة مي، مي عادية، مشان إذا شفت المزيج كتير، المزيج كتير سمك أحط له شوية مي، يعني هو لازم يكون فيه شوية مروءة يعني مريء. هلا خلصنا أول عملية. العملية الثانية عندنا اللحمة، بدنا نقليها مع السمنة أو الزبدة أو أي شيء أنتم بتحبوه حسب يعني. بعدين بعد ما تنقلع على 24 بحط فوق البيض، أطب البيض. هلا نحن أول عملية عملناها، بدنا نجي على الغاز. هاي الكاميرا هون بس ثابتة مشان نشتغل على الطرفين، على الغاز على الطرفين. هلا هيك اول طرف، شغلنا على الغاز، غطينا تحت الغاز. غطاية تحت الغاز ضرورية، طفيتهم المروحة كويس. حطينا هلا اللبن، بدنا نحطه بقلبه هلا بعد ما نحركه. هاي الأكلة كلها ما بتاكل شغلة 10 دقائق ربع ساعة تحضير، وشي 10 دقائق ربع ساعة شغل يعني. هلا هيك حطينا اللبن مثل ما انكم شايفين، حطيناه كلياته، هذا اللبن والنشا هلا ما بعد حطيناه. نحركه، بدنا نتم نحركه هيك على نار هادية. طيب نحن نحركه على نار هادية، بنعيفه هلا. هلا بقى مجهز الشيء الثاني، بدنا نقلي اللحمة كمان، بنشغل عليها نار واطية شوي وسط، نحط السمنة، نص معلقة معلقة حسب احتياجاتكم يعني. هي اللحمة بتبقى فيها، بس إذا كانت ناشفة شوي هاي الدهنة بتطرية، يعني الدهنة ضرورية كمان. حتى تدوب بكون هون حركت شوي، لأني بدي أحرك ما بصير أتركه لحتى هيك يبلش اللبن يبقبق بقبقة. هو ببلش ببقبق بدي أحط له التوم.
هون خلصنا كمان هاي السمنة. هلا بدنا نجيب هالطابات ننزلها واحدة واحدة. بصير طابات بصير دوائر بصير تعيفونها حالة تقلوها حالة شلون بدكم بصير. بس انا مشان منظر تجميل شوي. منظر تجميل الفيديو شوي يعني. وانتو شلون بدكم تصير. الله ينزلنا اللحمة ما تكون شايفين. واللبن كمان. هاي اللبن. بجهز نص كاسة مي بحطها على جنب انا. نص كاسة المي حطيتها هون. حركة هيك تحريكتين عشان تاخذها كلياتها. في حال الزبدة رح احطها. اللحمة بدها تستوي مثل عادة. بدكم تنتبهوا لهالشغلة. انه بدها تستوي مثل عادة اللحمة. اللبن بلش هيك يطلع شوية حرارة منه. شغلنا مضبوط هلا نحن. نرجع للحمة. هاي اللحمة. على هيك عم بعضها مشان تستوي تاخذ راحتها. قلب القلاي. مقلي. ده تم الله بالعملية حتى يغلي اللبن واللحمة تصير. برجع لكم بس يغلي اللبن. وهيك عنا اللحمة مثل ما كنتوا شايفين قربت تستوي. صار قلبتها مرتين على الوشين. وهي عنا اللبن كمان قرب يغلي. اللبن قرب يغلي. هلا بقى انا ايش بدي اساوي؟ تقريبا عم يغلي هو. هلا بدي اضيف الثوم. هاي الثوم بدي اضيفه كلياته. هالشكل هيك. بعدين بدي احركه. هلا اللحمة لها ملح. نزلنا شوية ملح بس مشان اللبن. نحط شوية ملح. هاي البهارات خيارية تقديرية يعني. أنا بحط لي رشة يعني قريب ربع معلقة. هلا بعيفه شغلة تغلي دقيقتين. هو بغلي بلش بغلي بعيفه شغلة دقيقتين. هاي الثوم هيك عم علق كمان كويس. نرجع على اللحمة. اليوم الفيديو شوي حربي. قلبوا للحمات. اللحمات تقريبا استووا. شلون ببين معكم استووا؟ بتجيبوا وحدة بتفتحوها بالنص يكون اللون تقريبا نفس الخارجي. شايفين مستوية خالصين. والله صارت السليم. والله اللحمة هيك استويت مثل ما قلنا. تحبوها تأمروها شوي تحبوا تعيفوها حالها. بس انا برأيي انه استويت. هلا بقى بتظبطوها لأن بدكم تصبوا البيض فوقها. هيك هلا بصير بهالشكل. بتظبطوا الدهن حواليها كلياتها. بعدين بتجيبوا البيض طفقوه خفقة. انتوا خايفينه بس ارجعوا بتطفقوه اذا بدكم خايفينه منيح. بعدين بسم الله الرحمن الرحيم بتحطوه من برا لجوا هالشكل هذي. شوفوا انا ما حطيت على اللحمة حطيت حواليها يعني ما كبيت البيض عليها عشان جمالية الصحن تم. كيف هلا تستوي شوي. نرجع للبن. اللبن بلش يغلي هلا.
هاي فشل الدايتين بعدين اطفي تحته. نرجع للحمة. ناخذ عن جنابة بناخذها. كان جنابة هيك. بعدين بنشربها. هالشكل هيك. شايفين؟ هلا بقى هبدا اقلب على الوش الثاني عشان تستوي الوجهين بهالعمليه السحريه. اجيب مساكه بعملها هيك بهالعمليه بعدين هيك نقلبها بنرجع نمسكها من على الطرف وبننزلها. مثل ما انتم شايفين هي مشان تستوي على الوشين. اذا بتحبوها عندكم زيت شوي طري ما في داعي. هون انا عندي اللبن صار جاهز طفي تحته. هاي كمان عندي جاهزه كمان بطفي تحتها، بس اول ما اطفي تحتها برجع بقلبها. الله الله بهالشكل. بكون انا كسبت انه قليت على الطرفين. هي هي كمان هي خلصت منها. وهون اللبن مثل ما قلت لكم صار وضعه كويس. عم اوسميك شوفوا شلون. اوسميك صار وضعه كويس. هلا هيك نحن خلصنا من هالمواد، هون عندنا شغله وحده. نجيب جاط نحط فيه خبز ونقدم لكم، يابا بفرجيكم انا شلون بعدين برجع لكم. وهلا هاي الخبز جهزناه نحن، هلا الخبز جهزناه. بدنا نجيب اللبن نصبه فوقه بشكل مباشر. هاي الأكلة بتتاكل سخنة وبتتاكل فورا على فكرة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني ريحتها مقطيبة. فيها التومات شي بشهي. غرّتها تغريق من حبة مغرّق لأني. بعدين نجيب هالكبابة ننزلها فوقها. قولوا ليك تتعذبنا. طيب لا تعذبنا ولا شيء. ها هاي هاي البيضة نعملها هيك نزلها التنزيل هيك نسقطها تسقيط شلون بقى نظبطها مشان ما تطب. هاي جاهزة فورا بتاكلوها يعني. هو إذا طوال كانت سخنة فورا بتصير. عبارة عن أكلة شلون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقطعوها إذا بتحبوا تقطعوها تعملوا هيك هالعملية. بسم الله الرحمن الرحيم تاكلوا. بسم الله. هاي شقوة بيضة كمان. هاي عربية هاي الأكلة يعني زيك للزفر بتطلع غير شكل. والله العظيم طيبة. شايفين هالعملية هيك؟ شايفين شلون؟ شي بشهي. يديك للزفر إجباري. أبها أبها واحدة من أكلات حلب الثقيلة المغذية والمشهية. بس آخر شيء ما زبطت معي القلب، كان خططت له أحسن من هيك. جردمت شوي بس أكلة كتير طيبة. إن شاء الله تكون عجبتكم وجربوها. ها جربوها كتير كتير طيبة وممتازة. كان معكم أخوكم
مصطفى الامين صاحب قناه اكلات حلبيه طبيعيه هنيه. مشاهدين الجداد اشتركوا بالقناه اللي قدام، بصوا المقطع بين رفقاتكم، لا تنسونا دعاكم الصالح واللايك والشير. الله يجزيكم الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في فيديوهات جديده من قناه مصطفى الامين 2000. مصطفى الامين مو مصطفى الامين ولو اكلات حلبيه طيبه وهنيه، هذيك مصطفى الامين مختصه بالش اسمه في الالعاب. السلام عليكم.